15 يوم، 15 يوم لو كنت التزمت فيهم بالتعليمات ما كانش ده بقى حالي دلوقتي. لو كنت التزمت بالتعليمات ما كانش زماني دلوقتي في الحجر الصحي، ما كانش أصلا حصل لي كل ده، ما كنتش هشيل ذنب أهلي طول حياتي. حكايتي بدأت من 15 يوم بالظبط، لما موضوع فيروس بدأ ينتشر والناس كلها بدأت تتكلم عليه. بصراحة ما كانش فارق معايا، عادي، ما كل فترة لازم تظهر حاجة وتعمل ضجة وفجأة تختفي. اللي كان مضايقني بجد هو عدم نزولي. أنا طول عمري متعودة على الخروج والفسح، إزاي بس هستحمل قعدة البيت؟ وطبعا ماما وبابا كانوا مشددين عليا جدا في موضوع النزول، لازم يعملوا كده، أصل أنا بنتهم الوحيدة اللي جت بعد فترة حرمان طويلة. ماما جابتني وهي عندها 40 سنة، عشان كده كانوا بيخافوا عليا أكتر من نفسهم، وخوفهم زاد أكتر وأكتر بعد موضوع الفيروس ده، عشان كده منعوني من الخروج نهائي. بس اليوم ده بقى بالذات ما يقدروش يمنعوني، ده يوم خطوبة صاحبتي إسراء. قلت لماما ساعتها أنا لازم أروح، ردت وقالت تروحي إزاي يا أميرة والفيروس اللي منتشر في كل مكان؟ قلت لها وأنا بعيط يا ماما دي خطوبة في البيت وعائلية جدا، يعني مفيش حد غريب، وبعدين إسراء دي صاحبة عمري، إزاي بقى ما حضرش خطوبتها؟ ماما ردت بحزم وقالت بلا صاحبة عمرك بلا كلام فاضي، ممنوع التجمعات الأيام دي، واستحالة سيبك تروحي، هو أنا مستغنية عنك؟ قعدت عيط طول النهار لدرجة أني ما كلتش أي حاجة. وطبعا بابا لما شافني كده زعل جدا عليا، ولقيته فجأة بيقولي يعني يا أميرة أنت متأكدة أن الخطوبة دي عائلية جدا ومفيش حد مصاب هيجي فيها؟ قلت له بلهفة وبفرحة متأكدة طبعا يا بابا. قرب مني وبسني وقالي خلاص يا حبيبتي روحي، بس ما تنسيش تلبسي الكمامة وتاخدي احتياطاتك. فرحت جدا بقرار بابا، وفرحت أكتر بتبته وحنيته اللي دايما مغرقاني. بيتهيألي مفيش حد عنده أهل زي أهلي كده، ما افتكرش أبدا إنهم ضايقوني في مرة وإن حد فيهم زعلني مثلا أو رفض لي طلب. ماما بعد ما سمعت كلام بابا قالت له ليه وافقت يا إبراهيم؟ هو إحنا ناقصين أمراض؟ قال لها ما أقدرش أزعلها يا أم أميرة، مش قادر أشوف دموعها، وبعدين أنا واثق إنها هتحافظ على نفسها وهتيجي على طول، هي عارفة إن إحنا كبار في السن ولو اتعدينا هتبقى نهايتنا، صح يا أميرة؟ قلت له بعد الشر عليكم يا حبايبي، صدقني يا بابا أنا هلتزم بالتعليمات ومش هقلع الكمامة خالص، وكمان مش هتأخر. دخلت أوضتي وأنا في قمة سعادتي، قررت أنام ساعتين قبل الخطوبة عشان أبقى فايقة وأعرف أهيص معاهم. بس قبل ما أنام جالي تليفون من آية صاحبتي. آية اللي استغربت جدا لما عرفت إني هروح الخطوبة وقالت لي أنت بتهزري يا أميرة؟ أوعي تروحي يا بنتي، انت ناسي ان خال اسراء كان في العمره ولسه راجع؟ قلت لها بلا مبالاه وايه يعني كان في العمره، ما هو كويس وزي الفل، وبعدين كلن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. قالت لي بحزن وايه اللي يضمن لك يا اميره، على فكره الفيروس مش بيظهر في الاول، المفروض اصلا ان احنا نبلغ عن التجمعات مش نشارك فيها، وكمان يا اميره لازم تفكري في اهلك، دول كبار في السن مش هيستحملوا المرض لو لا قدر الله جالهم. قلت لها بقولك ايه يا آية، أنا عن نفسي هروح وانت بقى براحتك، أنا أصلا مش مصدقة موضوع الفيروس ده. قالت لي يعني ايه مش مصدقة، انت هبلة يا بنتي، ده العالم كله مقلوب. قلت لها بتحدي يا ستي، أنا حرة في تفكيري، وبعدين محدش بيموت ناقص عمر. قفلت آية معايا وهي زعلانة من طريقة تفكيري، بس بصراحة أنا ما كانش يفرق معايا، ونمت الساعتين وصحيت وأنا في قمة نشاطي وسعادتي، وفعلا لبست في ثواني ونزلت على طول، وطبعا لبست الكمامة قدام أهلي، بس أول ما نزلت من العمارة قلعتها، بس كلام بابا فضل يرن في دماغي التزمي بالتعليمات يا أميرة واوعي تقلعي الكمامة. بصراحة تجاهلت كل الأفكار اللي في دماغي وأخدت قرار أني مش هلبس الكمامة. أيوة ألبسها إزاي؟ هو أنا عندي استعداد أن الميك اب يتبهدل وشكلي يبقى وحش؟ ووصلت بيت إسراء اللي كان زحمة جدا جدا ولا كأنه فرح في قاعة، بس بصراحة اتبسطت جدا، رقصنا وهيصنا وفرحنا، ده غير الصور اللي اتصورناها كلنا، وأحلى ما في اليوم كان وجود خالها، بجد شخصية لذيذة موت، شكله أصغر من سنه بكتير وكان طول الوقت بيرقص مع إسراء ومعانا. وفي آخر اليوم روحت بيتي، بس طبعا حطيت الكمامة قبل ما أدخل، وأول لما دخلت البيت لقيت بابا وماما صحيين. طبعا محدش فيهم جاله نوم غير لما يطمنوا عليا،
بابا فرح قوي أول لما لقاني لابسة الكمامة وقال لي جدع يا أميرة أنك التزمتي بالتعليمات. مش عارفة ليه حسيت بخوف، هو دايماً الكذب كده بيوجع القلب. بصيت له بضحكة مصطنعة وقلت له ما تقلقش يا بابا، سمعت كلامك وما قلعتهاش خالص. وعدت الأيام طبيعية جداً، لغاية ما في يوم حسيت بأعراض غريبة، كحة ناشفة، سخونية، جسمي كان مكسر على الآخر، بس كنت عادي قادرة أقاوم. المصيبة إن أمي وأبوي حسوا بنفس الأعراض دي، بس للأسف ما كنش قادرين يستحملوا، كانوا تعبانين جدا، وبالذات بابا لأنه كان مريض حساسية صدر، ما كانش قادر يتنفس. اتأكدت في اللحظة دي إن الفيروس اللعين دخل بيتنا، واتأكدت أكتر إنه دخل عن طريقي أنا. المرض جالي من خلال إسراء صاحبتي، وأكيد كل اللي كانوا موجودين اتعادوا زيي. اتنقلنا مستشفى العزلة أنا وبابا وماما. أنا ما كنتش تعبانة قوي، بس أمي وأبويا كانوا فعلا تعبانين، والمرض واضح جدا عليهم. كانوا قاعدين تحت جهاز التنفس وشكلهم كان يقطع القلب. الدكتور كان بيقولي ادعي لهم، هم كبار في السن ومناعتهم ضعيفة جدا، ده غير إنهم مرضى سكر وضغط ومش هيقدروا يقاوموا الفيروس، عكسك انت مناعتك قوية وبإذن الله هتخفي. كلام الدكتور قتلني، يعني ايه أهلي مش هيقدروا يقاوموا المرض؟ وليه أصلا أنا أخف؟ أنا مستاهلش إن أخف، المفروض أنا اللي أموت وهم اللي يعيشوا، أنا اللي طلعت الوباء الحقيقي لأبويا وأمي. تاني يوم في المستشفى لقيت إسراء صاحبتي وكتير من أهلها جايين المستشفى، كلهم جايين بنفس الأعراض. طبعا ما كلنا في مركب واحدة، بس إسراء كانت منهارة وفي حالة صعبة، ولما سألتها عرفت إن مامتها توفت، ما استحملتش المرض وماتت على طول. إسراء قالت لي بحزن، أنا السبب يا أميرة في كل ده، أنا اللي صممت على الخطوبة وكبرت الموضوع رغم منع التجمعات، أنا السبب في موت أمي. في اللحظة دي افتكرت أهلي، جريت بسرعة أشوفهم. الدكتور كان مانع إني أدخل لهم، بس لما شاف حالتي وافق وفعلا دخلت عندهم. كانوا قاعدين على أجهزة التنفس وبيتنفسوا بصعوبة جدا. قربت من ماما اللي ضحكت لي وقالت لي شكلنا هنودع أنا وأبوك يا أميرة، أوعديني إنك تخفي وتخلي بالك من نفسك. قلت لها بوجع عمري ما حسيته، ما تقوليش كده يا ماما، إن شاء الله هتخفي وتبقي كويسة، يا ريتني ما كنت رحت الخطوبة، يا ريتني كنت سمعت كلامكم. قالت لي بصعوبة وألم هوني على نفسك يا أميرة، كله مقدر ومكتوب. ما كنتش قادرة أبص عليهم أكتر من كده، شكلهم يقطع القلب، بالذات بابا اللي كان خلاص مش قادر حتى يتكلم. طلعت جري من عندهم وأنا في حالة هستيريا، افتكرت كل مراحل حياتي معهم، مواقفهم وحنيتهم عدوا قدام عينيا كأني بتفرج على مسلسل. معقول؟ معقول أكون السبب في أذيتهم؟ أنا السبب؟ واللي يوجع أكتر أني معرفتش أحضر لغسلهم ولا دفنتهم ولا أي حد حضر. أبويا وأمي ماتوا وفضلت أنا محبوسة هنا في الحجر الصحي، محبوسة جوا وجع ضميري اللي هعيش بيه عمري كله. جالي انهيار عصبي، فضلت أصوت جامد جداً، صوتت بأقصى ما عندي وأنا بنادي عليهم. وفجأة صحيت من النوم على صوتهم، على صوت ماما وبابا وهو بيقولوا خير خير، اللهم اجعله خير يا أميرة، مالك يا حبيبتي؟ بصيت حواليا لقيت نفسي في أوضتي وأبويا وأمي حواليا، جريت عليهم وحضنتهم وأنا بعيط. عرفت بعدها إن كل ده كان حلم أنا بحلمه. الساعتين اللي نمتهم كانوا صعبين قوي، حلم إيه ده؟ كان كابوس، أعوذ بالله أعوذ بالله. طبعاً ما رحتش الخطوبة، مش بس كده، أنا كمان اتصلت بإسراء وقلت لها بلاش تجمعت، وحذرتها أني هبلغ عنهم لو عملوا الخطوبة. بس الغريب أن إسراء قالت لي أن الخطوبة أصلاً اتلغت بسبب تعب خالها المفاجئ. سبحان الله، الأعمار بيد الله، بس كل واحد منا مسؤول عن تصرفاته. ما ترميش نفسك في التهلكة وتقول ده نصيب، حفاظك على صحتك وصحة اللي حواليك ده في حد ذاته عبادة، وأكيد لو أهملت فيها ربنا هيحاسبك. لازم ناخد بالأسباب ونتوكل على الله، ووقتها بس ربنا هيحفظنا. ما تخرجوش من بيوتكم إلا للضرورة، والتزموا بالتعليمات، ولو مش خايفين على نفسكم خافوا على حبايبكم اللي ممكن لا قدر الله تفقدوهم في لحظة طيش أو إهمال.